بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحوار اليوم مع موضوع العلم الحديث في مواجهة الإلحاد مع ضيفنا الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس بالقاهرة. مرحبا بك دكتور، وإحنا اليوم يعني موضوعنا راح يكون دخول في عش الدبابير، موضوع المعارك المعرفية بين اللادينيين والماديين والمؤمنين، موضوع تشارلز داروين ونظرية التطور. وأنت دكتور عندك كتاب وألفته اللي هو كتاب كيف بدأ الخلق. هذا الكتاب ناقشت فيه داروين وناقشت فيه الداروينيين الحديثيين، الدارونية الحديثة اللي هو داوكنز وجماعته، ولك موقف لا مع الدارونية الأصلية ولا مع أعداء الدارونية بالمطلق، لك موقف ربما قد يعتبر غريب، فنريد أن نعرف موقفك من هذه النظرية. وقبل ذلك نريد أن نعرف ما هي أصول النظرية الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة نظرية داروين يعتبرونها من أكثر النظريات التي أثرت في الفكر الإنساني. البعض ينظر لداروين أنه من أكثر الناس تأثيرا في الفكر الإنساني. والنظرية يعني مش عايز أقول ظلم الرجل، وربما لو كان يعيش في زماننا ووصل للإنجازات العلمية اللي احنا بنستمتع بها الآن لقال بشيء يرضي الأطراف، لما هو تحدث في إمكانياته العلمية وقتها. نظرية داروين ببساطة بتكون من ثلاث أجزاء، ثلاث محاور. المحور الأول أن هناك سلف مشترك للكائنات الحية، يا سلف واحد يا عدة أسلاف قليلة. يعني إيه؟ يعني الأصل خلية واحدة أو بعض خلايا نشأ بالتطور عنها باقي الكائنات وصولا للإنسان. دي جزئية الأولى اللي هي أن الكائنات وجدت تطورا. المحور الثاني عند داروين، والمحور الأول ده يعني أجزم بأن العلم قد اعتبره حقيقة علمية، لدرجة أن أكبر هيئة علمية تقريبا في العالم اللي اختصارها AAAS American Association of Advancement of Science، الاتحاد الأمريكي لتقدم العلوم، الذي يضم 125,000 عالم، أصدر سنة 2006 بيان بإقراره بنظرية بمفهوم التطور، وأنه في البيولوجيا قد صار كمفهوم دوران الأرض حول الشمس لعلم الكونيات. يعني دوران الأرض حقيقة جيولوجية أو فلكية، كذلك التطور حقيقة بيولوجية. كل كتب البيولوجي تطرح مفهوم التطور، فدي جزئية عشان إيه ما يصلحش أن نستشهد بقول عالم أو عالمين أنهم معترضين على مفهوم التطور. ليس هو سبيل العلم، سبيل العلم أن تطرح النظرية على الأقران والنظراء. قرن النظراء يعني الجمعيات العلمية القوية، المؤتمرات العالمية القوية، المجلات العلمية القوية، هي اللي تقول آه أو لا. فده المحور الأول. المحور الثاني في النظرية أن هذا التطور حدث نتيجة لطفرات عشوائية، كانت تحدث طفرة عشوائية معظمها ضار فيسقط وبعضها مفيد فيبقى، والمفيد ده ينتقل ويتوارث بالمحور الثالث اللي هو الانتخاب الطبيعي، ان الشيء المفيد للكائن البقاء الاصلح يبقى ويورث لابنائه او ذريته، والشيء الضار بيقضي على الكائن. فنظريه ثلاث محاور، بنقبل الجزء الاول ان هناك تطور، بنقبل الجزء الثالث وهو ان الأشياء المفيدة تتوارث، ده شيء بديهي في حياتنا، أصبح ده قانون علمي اسمه قانون الانتخاب الطبيعي. أما الجزء الذي نرفضه، وأعتقد هو ده الذي يؤرق
المتدينين في العالم كله باختلاف دياناتهم، اللي هو قضية أن تكون الطفرات التي حدثت عشوائية. فالعشوائية ده شيء سيء جدا، يعني بمفهوم الدينيين أن لا يمكن أن يكون أمر عشوائي، لأن ده هو الذي ينزع قضية الخلق من مجال الخالق، القصد والإرادة إلى الصدفة والعشوائية. دي فكرة النظرية بصفة عامة، وما نقبلها ويقبلها العلماء هي قضية إيه؟ إن قضية في تطور أو لا، ومحور الانتخاب الطبيعي، دي قضايا علمية، فما حدش يعترض عليها من غير المتخصصين. أما قضية الوسطى وهي العشوائية، دي قضية فلسفية فيها جزء علمي كبير، إنما أقصد داخل فيها الجزء الإلهي والعقلي وإلى آخره، فدي التي تحتمل الأخذ والرد. الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس، وأنت وأنا نتناول موضوع نظرية التطور حتى لا يقع المشاهد باللبس. نحن اليوم نقول بأن هناك ثلاث مواقف من نظرية التطور الداروينية. قوم اللي هم الدراونة أو الدارونيون قبلوا ما قال به دارون بالعناصر الثلاثة لنظريته: التطور، العشوائية بما فيها من طفرات، والانتخاب الطبيعي، محض دارويني محض. وقوم ينكرون كل شيء اسمه تطور، سواء دارون أو ما عدل عليه، ألا وهم الجماعة الذين يؤمنون بالخلق الخاص. أنت تعتبر من مدرسة الوسط الذي يؤمن بالتطور الموجه ذو معنى، يعني دكتور عمرو شريف يؤمن بأن هناك تطور وهذه حقيقة علمية، لكن منزوع العنصر الثاني، الفوضى، العشوائية، أن هناك توجيه إلهي وقصد في هذا التطور، أن الله خلق الكون وجعل من عناصر هذه الخلق الحياة التطور.